شلت العسل من بيان سمك أنا شلت العسل من بيان سمك ضوقتك عسل والروح سمين وعزفوا شوبي وعزفوا مقام وعزفوا رسم وعزفوا موشح على المسرح الوطني ترجع تتعذر تتعذر بعد ايام وهم تتغير تتغير انت ما برد ذمه لو رايد تعوف بجوز مليت الهوى ومليتني هل من مثلي من يتحدث عن البصرة؟ ترضى أنت؟ أكيد بس لا. فنياً يعني البصرة المدينة التي لا تحتويها كل كتب الكرة الأرضية زين؟ وإذا بحثنا عن الكرم إذا بحثنا عن النقاء إذا بحثنا عن الوفاء إذا بحثنا عن الشعر فالله يرحمك يا بدر شاكر السلام يعني عن أي جهة تريد أتحدث؟ البصرة ترى البصرة هي البصرة معلومة إلى متابعين الحوار بين العصر والمغرب يعني ألحانك ايه؟ لكن البعض قال هي في الكلور لكن هي موجودة بالتاتر الأغبياء الحانك. يقولون في الكلور كائنا من يكون ايه. غبي طيب يا سنة بالضبط بالذات بال 76 77 ومكتوب في وقتها كان ممنوع الألقاب فاسمي جعفر الخفاف فصدر أمر ممنوع الألقاب الزينان اسمي جعفر حسن أقوم لحن غيري جعفر حسن فراحت اللاس تنحسب إله شلون هو أقدم مني الله يرحمه جعفر حسن أبو سلام زين فرحت المدير التلفزيون سامي مهدي الله يرحمه الشاعر قلت له ايش قال لي مو شلون هاي مشكلة خلنا نفكر بحل جاني كان يقول لي عيني جعفر شيل الألف واللام موجودة هسه إذا طلع باليوتيوب جعفر خفاف مو ال ومو رضا الخياط رضا عبد الكريم هاي من إنشالة الألقاب ووراها غنت سميرة توفيق كل العرب غنوا كل العرب غنوا بس ما يقول لك ها حتى لا أدفع أجور ومن من رايد منك أجور سيد جعفر مسيرتك طويلة الأغنية سبعينية الأغنية تسعينية ثمانينية لكن خلي نتحدث عن الأغنية الحالية يعني هل الأصوات الشبابية يعني ما يكون تعاون معك ويا كل لونك صعب عليهم لا 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 لا, لا بالعكس وايد يجوني بس اختار منهم اختار الساذج لو اختار اللي يعرف يحكي لو اختار اللي صوته الماكينة تصلحها يعني التون ماله غلط بس الماكينة يعدلوه الغناء انا عندي كتلة مشاعر فانت لو تقدمها بشكل اجمل مما انا اقدمه لو ما خدعه انت عارف هو متعب وجمهورك كثر لكن اخر سؤال تحملني يا خالد ارد الى جمهورك ومحبين الحان جعفر الخفاف الجديد سواء كانت على الاغنيه في قيد يعني التسجيل والتصوير وايضا في الخزين يعني حاليا لحد اليوم يعني حوالي 78 اغنيه جاهزه كل واحده منها تكش الجلد تنتظر بس انا من النوع اللي ما اعرف اسوق نفسي شو خطه وصل شكرا جزيلا استاذ جعفر والله هو بصمة كبيرة وملحن كبير والله من ضمن الملحنين العمالقة أنا بالنسبة لي عشان طبعا من ضمن الملحنين العمالقة اللي يعني عصرهم عصر ذهبي ولهذا احنا يعني استغلينا الفرصة أو الفرصة هي اجتي بزيارة البصرة فحبينا نحتفل به كحال أي مثقف احنا يعني كنقابة ما تعتني فقط بالصحافة أيضا تعتني بالثقافة تعتني بالثقافة خاصة مثل هذا الكبير يعني تعرف أنه جعفر قدم
أعمال كبيرة، وعلينا أنه أيضا نذكر الجيل الآن الجيل. يعني إحنا من نسمع أغنية مثلا بين العصر والمغرب هي الحانة، عندما نسمع مثلا مجرد كلام الحانة مرة ومرة الحانة. لا هو قدم كثير على على يعني على الآن يعني نقول على الجهات الثقافية والوسائل الإعلامية أن تبرز هاي القامات الكبيرة. يعني إحنا عندنا ملحنين كبار راحوا، يعني طالب القرغولي، محسن فرحان، جعفر الآن موجود بالخارج، يعني فهذا الجيل اللي موجود عليه أنه يعرف أنه هذول الناس قدموا كثير. يعني أشكر المربد ومتابعتها، يعني هاي الإذاعة البصرية الأصيلة اللي قدمت يعني ما قدمت. شكرا جزيلا. حياتي الله في كل يوم نلبس السواد ونعلن الحداد ونفرش الهدى في وطني. في كل يوم نلبس السواد ونعلن الهدى ونفرش الهدى. في كل يوم تجهش النساء بالبكاء. رجع كاو القلة قال لي يجي يوم كلكم تركضون ويا ما غني. جعفر الخفاف ليس اسما عاديا وليس ملحن عادي، فهو الاسم الذي شغل المساحة الكبيرة من العطاء من الأغنية العاطفية والشعبية والوطنية، فكان مبدع في كافة المجالات، كان دائما متصدرا المشهد. غنى له كبار المطربين العراقيين والعرب، وكانت معظم أعماله كانت ناجحة متفوقة، لأنه امتاز بروح شفافة جميلة